دي مش جامعه، ده كباريه. يرضيك اللي بيحصل ده يا اخ محمود؟ لازم تعرف يا اخ مرجان ان الساكت عن الحق شيطان اخرس، وانت لن تسكت عن هذا الفجور، ونحن جميعا وراءك لنطهر الجامعه من الفساد والرذيله. العلم صاحبين يا اخ محمود. صاحبين يعني ايه يا اخ مرجان؟ ما انت مين؟ اعوذ بالله من غضب الله. يا اخ مرجان انا بدعوك للانضمام الى اسره نور الحق لنكون معا جبهه ضد الانحلال والتسيب. انا معاكو. الخمور اخرس يا فاجر يا منحل يا سافل يا عدو الله. مرجان احب اقدم لكم الاخ مرجان احمد مرجان، عضو جديد معانا في اسره نور الحق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دي الاخت باكينان، زميله معانا في الكليه وعضوه هنا في الاسره. وعرفت ازاي انها الاخت باكينان؟ الاخت باكينان بتدي دروس دينيه لهدايه الطالبات في الجامعه. اللهم ارضى عليكي، اللهم ارضى عليكي يا اختي باكينان. انما اخ محمود، ايه النشاطات اللي بتعملها اسره نور الحق بالظبط يعني؟ لا لا، انشطه كتير والحمد لله. يعني احنا مثلا بننظم رحلات ترفيهيه للطلبه. حلو، حلو قوي. لزياره اضرحه اولياء الله الصالحين. الله اكبر. وبنقيم مسابقات بين الطلبه. جميل. في حفظ القران الكريم والحديث الشريف. لا حول ولا قوه الا بالله. واخيرا يا اخ مرجان، اصدرنا جريده نور الحق بالجهود الذاتيه. طب والاخلاق يا اخ محمود؟ الاخلاق، وديك شايف منظر البنات في الجامعه عامل ازاي، البلوزات في الطالع والبنطلونات في النازل. لا حل سوى الزواج يا اخ مرجان، فالزواج يصون الفتى والفتاة من الوقوع في المعصيه. الله، يتجوزوا ازاي وهم لسه بيتعلموا واهاليهم بتصرف عليهم؟ يا اخ مرجان، ان زواج المسلم والمسلمه ليس في حاجه الى حفلات صاخبه. يعني يتجوزوا في السر؟ ان الزواج في السر اهون بكثير من الفضيحه في العالم. عرف يعني. حلال حلال حلال. يعني انتوا برضو مقنتمين، ودي تفرق ايه؟ السلام عليكم. ولادي فين؟ فين ولادي يا دكتوره؟ ايه ده؟ انت ازاي تقتحم البيت بالشكل ده؟ اقتحم؟ ده انا اكسر البيت ده فوق دماغي. يلا انت واقع على البيت، على اخر الزمن مش هعرف ارافقك. يلا على البيت. من فضلك ما تزعقش هنا، ده بيت محترم. محترم؟ هو انا اعرف ليه ولادي بعد كده؟ انا خلاص سبت شغلي وكله عندكم في الجامعه، ابقى اشوف اخرتها ايه؟ يلا انت واقع على البيت. يلا. خلاص اليغم اللي كنتوا عايشين فيها خلصت. من هنا وراح مفيش فلوس ولا عربيات ولا موبايلات، واذا كانت الجامعه ما عرفتش تربيكوا انا هربيكوا. مستعرين مني وانتوا تعروا بلد؟ وانا كنت موديكوا الجامعه عشان تتعلموا ولا عشان تنتبهوا وتسيبوا البيت وتمشوا يا كلاب؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انا هنا عشان الفالنتاينز دي يا اونكل. ما عندناش حد بالاسم ده. ده عيد الحب يا اونكل. وجاي تحب مين هنا ان شاء الله؟ انا جايب الدبدوب ده لعلياء، يا ريت تطلع لها حضرتك وتقول لها تامر عاوزك. اطلع لها وقول لها ان تامر عايز. اطلع لها انا. انت قلت لي اسمه ايه ده؟ دبدوب يا انكل. عارف لو شنطك بيتكلم عليها تاني هقطعها. الو يا مرجان، ما تيجي تفرط الجي وتليط الدي في ماسوره نسوان ضربت في المكان. طب انا شويه كده وجاي لكم. بابا. نعم. كنا عايزين نتكلم مع حضرتك شويه. انا مش فاضي، انا خارج. خارج راح فين يا بابا دلوقتي؟ راح اذاكر مع واحد صاحبي. بيبي. عمر ما جاش؟ عمر مات، بس ممكن تقعدي معانا لحد ما يصحى. هاي هاي هاي. ابوك بيشتغل ايه يا دبور؟ حرامي. حرام.
سرق ايه؟ 700 مليون جنيه. هو فين دلوقتي؟ المزرعه. عندكم مزرعه؟ سعيد من المزرعه واخد 15 سنه. امال انت بتصرف من ايه؟ فلوس ابويا. طب انت مش بتقول جوه السجن؟ هو في السجن فلوسه بره. امال انت بابا بيشتغل ايه؟ ده الشريك انكل بابا هيثم. اه معاه في المزرعه. اه وانت ابوك بيشتغل ايه؟ انت كده فله. ابوك بيشتغل ايه؟ فله. صباح الفجوله اخبط دي. ايه دي يا دبور؟ اكسس مدعيش. اكسس ازاي يعني؟ ما هي ليله كول زي دي عايزه باور يا مورجان عشان تخش في المود وتبقى بويس دي بو. ابقى ايه؟ اوعى تكون بتنام يا دبور، انا عندي محاضره الصبح مع جيهان مراد ودي حطاني في دماغها. تفتكر لنا حاجه عايزها يا مورجان؟ بلاش تفصلنا على الصبح. الحبايه دي هتخليك ملك ولا ضد على الدكر في موسم التزاوج. وبعدين يا مورجان انا استحال اذيك، انت انتيمي. انتيمك ازاي؟ ما تعتني بنفسك يلا. مالها دي؟ مالها دي يا دبور؟ ماكسسه. مالها؟ ماكسسه. ماكسسه؟ بتعمل كده ليه انت؟ ماكسس. انت كمان ماكسس؟ انتوا الاثنين ماكسسين؟ مش معنى انا مش ماكسس. علقتنا عليك. وبعدين ايه الموكب ده كله؟ طب بابا عندنا محاضره، ممكن مفتاح عربيه؟ شيواوا 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 شيواوا. راح فين يا بابا؟ تبعنا في المحاضره هنا. هل الإنسان كائن أخلاقي؟ هل يولد في هذه الدنيا وبداخله نوازع الخير؟ أم إنه يكتسب ذلك من تأثره بالبيئة المحيطة به؟ يقول ويل جورانت في كتابه قصة الحضارة أن الأخلاقيات هي المهد الذي نشأت عليه كل الحضارات الإنسانية. انا كنت بقول ايه؟ بوس الواوا. اتفضل اطلع بره بره. بس كنت هايل بره. اجرام. مساء الخير. ده حسن. قلقتني يا استاذنا، الساعه 5 الصبح. خير ساعتك ايه؟ مش عارف اذاكر يا حسن، عندي امتحان يوم الاحد شفوي، مش فاهم ولا كلمه من اللي قدامي، كله بالانجليزي، وخايف اسقط يبقى شكلي وحش قدام العيال. ان شاء الله ربنا ينور طريقك يا باشا. وساعتك عندك امتحان ايه؟ مش عارف،
حتى اسم المادة مش عارف اقراه. هو اسم المادة كده كلمة مقلبزة وفيها حروف كتير، واللي هي تخلص بالتيفيتيشنز دي. والعيال ولادي ولاد الكلب نازلين ضحى بره طول الليل بيضحوا. هتمتحن وهتجاوب وهتطلع الاول كمان. اسماعيل رئيس القسم يا باشا. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا اهلا، دي فرصه سعيده. اهلا بيك يا فندم. نايس تو ميت يو مورجان بيه. ضروري طبعا. اهلا وسهلا. انا ما احبش قعده المكاتب اصلي، تعال نقعد هنا على جنب عشان نعرف نتكلم مع بعض. اتفضل حضرتك هنا. اتفضل. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا 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 باستاذنا الكبير. اهلا وسهلا. طفل المعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم ان يكون رسولا. تسمح لي بإيدك؟ تسمح لي أقبل يداك؟ أنا دائماً أحب أن أقبل أيدي العلماء، لأن العلماء هم الأساس بتوع كل حاجة. حضرتك بتاخد كم في الشهر؟ 20 سنة في التعليم الجامعي ويا دوبك 800 دولار. 800 دولار؟ بعد 20 سنة في التعليم الجامعي 800؟ الله العشاء. عندك أولاد؟ أربعة. أربعة؟ و 800 دولار؟ تشرب شاي بالياسمين؟ أشرب. Briefly discuss the major difference between ethnocentrism and culture relativism. Well, ethnocentrism involves judging others subjectively. Defines xenophobia in a normal sociological system. Xenophobia is hostility towards foreigners. And you? What's your name? Yes, but sometimes no. What's your name? Yes, Morgan Ahmed Morgan. Excellent! Bravo! Dismiss! Dr. Ismail, I'm sure the result is wrong. مورجان ده لا يمكن يجيب امتياز، لا يمكن. انت بتشككي في ايه يا دكتوره جيهان؟ عمليه التصحيح بتتم عندنا بمنتهى الدقه والشفافيه. الراجل ذاكر واجتهد، وانا امتحنته بنفسي، ومش انا لوحدي بس، في استاذين غيري امتحنوه وادوله نفس التقدير. انا بقترح يا فندم نعيد التصحيح. يا دكتوره جيهان، النتيجه طلعت واعتمدت خلاص، وارجو ان الخلاف السياسي اللي بينك وبين الاستاذ مورجان ايام الانتخابات ما ياثرش على موقفك منه كطالب عندك في الكليه.